هكذا بدت الأسواق في المكلا ممتلئة بالمتسوقين الذين يحاولون شراء احتياجاتهم للمناسبة ولو في حدها الأدنى جراء الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة بعد أن وجدوا أنفسهم مجبرين على التعايش معها. الأسعار والله حامضة شوية، لكن أنا كمواطن يعني غالي شوية وحامضة، لكن كمواطن يعني مجبر نشتري ضروري، ما مكان يعني مكان السعر. الأسعار هنا تبدو غير منطقية ولا تتناسب ودخلهم الشهري، هكذا يقول الأهالي ومنهم المواطن صالح الذي لم يكتشف حتى الآن المعادلة المناسبة التي تمكنه من توفير متطلبات العيد براتبه الذي لا يغطي ولو نصفها. هذا أسعار خيالية وما تلقى يعني قبول عند أكثر الناس، ما تقدر الناس تشتري هذه الأسعار، أسعار مرتفعة للغاية. يعني أقل شيء إذا ما عندك 35,000 تشتري لك طلي بسيط هكذا يغذيك يومين ثلاثة أيام من طوال البيت، ما تقدر يعني ما تقدر تشتري أي غنم بأقل من السعر هذا 35,000. فين المبلغ هذا وفين دخل الناس ومستوى الراتب عند الناس؟ السلطات المحلية وفي محاولة منها للتخفيف من تلك المعاناة كانت قد عمدت إلى تشكيل لجنة لمراقبة الأسواق وضبط من وصفتهم بالمتلاعبين بالأسعار، مهددة باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضدهم. خرجت اللجنة برئاسة الأخ المحافظ بكثير من القرارات، ومنها طبعا أن تكون في صرامة في عملية المراقبة ومراقبة أيضا أسعار المواد الغذائية، وأيضا في صرامة في عملية اتخاذ العقوبات في هذا الجانب، وهذه الأول مرة إن شاء الله. ورغم تلك التأكيدات إلا أن المشهد على الأرض يشير إلى عدم نجاحها في تحقيق ذلك على الأقل بشكل كامل، فاستمرار ارتفاع الأسعار دفعت بالكثير من العائلات إلى تقليص قائمة احتياجاتها واقتصارها على الحد الأدنى، ليصبح العيد بالنسبة لهؤلاء ينحصر في المقولة الشعبية الدارجة أن العيد عيد العافية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.